كابتن ابراهيم، برضو كيف تحلل اداء منتخبنا الوطني طوال هذه المباراه؟ احنا زي ما قلنا في بدايه اللقاء، الثلاثه بتوع نص الملعب هيبقى المهارات الفرديه الخاصه ليهم هم هيحسموا اللقاء، زائد بضم صوتي لصوت الكابتن فتحي. الضربات الركنيه، واحنا قلنا ان هم ضعاف جدا في الحاجات العرضيه، بيتعاملوا معاها بمنتهى الضعف الاثنين المساكين بالذات، وزي ما قلنا جه منها جون. والمهاره الفرديه اللي تريزيجيه الحقيقه، المهاره الفرديه ان هم يطلع من واحد ومن اثنين، والتمريره الحريه لمحمد صلاح الحقيقه، والمهاره الفرديه بتاعته انه بيحط الدقه الاول قبل القوه، دي الحقيقه فرقت معانا جدا. استغرابي على التقهقر الدفاعي بعد ما بنجيب الجون. كل ما بنجيب جون، اولا ربع ساعه الاولانيه كانت الافضليه للفريق الثاني، احنا متقهقرين للدفاع وهم مهاجمين علينا، مع اننا قلنا في الاول ان لما خطوطهم تتفتح احنا ظروفنا هتبقى احسن، انما ظهر العكس وكان تقهقرنا للدفاع سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني. حتى بعد ما جبنا الجون الثاني، محمد صلاح جاب الجون الثاني، برضه تقهقرنا الدفاع زي ما نكون خايفين، مع ان الخطوط كانت مفتوحه وكان ممكن نضيف الجون. ما اعرفش ايه الخوف اللي بيعترينا بعد ما بنجيب كل هدف، ايه الخوف اللي بيعترينا ده؟ الحقيقه برضه بضم صوتي لصوت الكابتن فتحي وصوتك، الاداء مش مقنع، انما احنا بنقول ان الماتشات اللي هي الاولانيه ديت الغرض منها هي جمع النقاط، وانما لما نخش في دور ال 16 الامور لازم تتغير. تمام. التغييرات اللي عملها هنتكلم عن التغييرات لوحدها.